بسم الله الرحمن الرحيم. معالي السادة الوزراء، السادة رؤساء الوفود، سيدات والسادة الحضور، معالي السيد دكتور هاني سويلم وزير الري، يشرفني أن أتحدث إليكم اليوم في افتتاح الدورة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه، والتي تعقد تحت عنوان العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة قبيل نهاية فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27. وقد أخذت مصر على عاتقها خلال رئاستها للمؤتمر المناخ كوب 27 أن يتم وضع قضايا المياه في قلب العمل المناخي. في هذا الإطار تمكنت مصر للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ مؤتمرات المناخ الأممية من إدراج المياه في القرار الجامع الصادر عن كوب 27، كما تم التوصل لاتفاق تاريخي بإنشاء صندوق للتعامل مع الخسائر والأضرار المناخية في الدول النامية، وهو ما تجلى أهميته على ضوء ما شهدته السنوات الماضية من توالٍ لموجات الجفاف والحرارة الشديدة والفيضانات المدمرة، وما ألحقه ذلك من أضرار كبيرة بالمحاصيل والبنية التحتية في مختلف أنحاء العالم. وفي إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد في مارس 2023، والذي كان الأول من نوعه بعد ما يقرب من نصف قرن، طلعت مصر بالقيادة المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود، والذي تضمنت توصياته إيجاد آلية لمتابعة الالتزامات الخاصة بالمياه في إطار قمم المناخ، من خلال إطار مسار تحضيري ما بين مؤتمر المناخ الأممية انتركوب بروسس يهدف إلى تعزيز قضايا المياه في إطار قمم المناخ. كما تم في السياق ذاته إبراز أهمية السعي نحو إطلاق برنامج عملي أممي UN Action Program للدول ذات الندرة المائية، اتساقاً مع إحدى التوصيات الصادرة عن هذا المحفل الكريم أسبوع القاهرة للمياه في دورته الماضية المنعقدة في 2022. قد جاءت هذه التحركات استكمالاً لجهود مصر السابقة في إطار الأمم المتحدة بالتعاون مع فنلندا لتأسيس المجموعة العابرة للأقاليم بشأن المياه، والتي أصدرت بياناً انضمت إليه 168 دولة و11 منظمة للدفع بضرورة تطوير التعاون في قضايا المياه الدولية. هذا وانطلاقاً من اعتقاد مصر بضرورة أن نولي جميعاً اهتماماً مماثلاً لعملية تنفيذ ما تذهب توافقتان الدولية إليه في مجال المياه، انخرطت مصر بنشاط عبر الأشهر الماضية في جهود إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023 حول متابعة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والذي أصبح من مقتضاه لدي الأمم المتحدة رؤية واضحة حول أجندة المياه الدولية في الفترة القادمة، بما في ذلك تنظيم مؤتمرين أمميين للمياه في عامي 2026 و2028، ووضع استراتيجية أممية شاملة حول المياه بحلول نهاية عام 2024. سيدات والسادة، تؤمن مصر بأن وجود تعاون ناجح في أحواض المياه العابرة للحدود يعد ركناً أصيلاً لضمان استيفاء حق الإنسان في المياه، والذي يعد بدوره شرطاً لا غنى عنه لضمان حق الإنسان في الحياة. وتبرز في هذا السياق حالة الندرة المائية الفريدة من نوعها دولياً التي تعاني منها مصر لكونها الأقل بين كل دول العالم من حيث معدل الأمطار واعتمادها شبه المطلق في غياب موارد متجددة أخرى على المياه العابرة للحدود من نهر النيل، المصدر الأول والأهم لأمن مصر الغذائي عبر الزراعة، والتي يعتمد عليها أكثر من 50% من المصريين.
وبرغم سجل مصر المثبت دوليا في إعادة استخدام المياه، فإنها تعاني عجزا مائيا كبيرا يصل إلى 55% من احتياجاتها. لكل ما تقدم، ولأن مصر هي دولة المصب الأخير بحوض النيل، فهي الأكثر تأثرا بتبعات أي ممارسات غير تعاونية بالحوض، فضلا عما قد يعتريه من تغيرات مناخية. بالتالي فإن تكريس التعاون المائي الفعال العابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمرا وجوديا لا غنى عنه. انطلاقا من تلك، تستمر مصر في سياستها الرامية لتعزيز سبل التعاون المائي العابر للحدود إقليميا ودوليا، وتنطلق في ذلك من اقتناع راسخ بأن الموازنة بين المصالح الأطراف المتشاطئة على أحواض الأنهار ليست أمرا عسيا المنال، وإنما يمكن تحقيقه بيسر فقط إذا ما اقترن ذلك بالنوايا الحسنة والإرادة السياسية الصادقة، وتم الالتزام بأفضل الممارسات الدولية والتطبيق المتكامل غير الانتقائي للقانون الدولي والقبول بأحكامه. وتؤمن مصر أن تبني هذا النهج سيؤدي لتمكين كافة الأطراف من إقامة المشروعات على نحو يحقق الاستفادة بشكل منصف للجميع دونما إضرار لا يمكن احتواءه بمصالح أي طرف، كما سيتيح تعظيم الموارد المائية المشترك وتنميته، بما من شأنه أن يعم الرخاء والاستقرار بدلا من الانجراف إلى التوتر وتقاسم الفقر. سيدات والسادة، أثق في أن هذه الدورة من أسبوع القاهرة للمياه ستكون فرصة جديدة لمزيد من استكشاف السبل المثلى لتحقيق هذا المقصد التعاوني الهام، والبناء على جهود التعاون المائية الدولية، لا سيما أخذا في الاعتبار مؤتمر كوب 28 المقرر في دولة الإمارات الشقيقة نهاية العام الجاري، والمنتدى العالمي القادم للمياه المقرر عقده في بالي سنة 2024. هذا كما أثق أن نقاشاتكم ستتناول السبل المثلى لضمان الحق في المياه كحق إنساني أصيل، لا سيما لمن يواجهون ظروفا استثنائية كاللاجئين والنازحين داخليا والأشخاص تحت الاحتلال، وعدم مشروعية حرمان المدنيين من هذا الحق في النزاعات المسلحة على نحو ما تقضي مختلف المواثيق الدولية، وهو الأمر الذي يكتسب أهمية بالغة في اللحظة الراهنة نظرا للانتهاكات غير المسبوقة التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون في غزة عبر الأيام الماضية، وهو التصعيد الذي تتضافر جهودنا الدولية لإيقافه. سيدات والسادة، أود في ختام كلمتي أن أرحب بكم مجددا في القاهرة، وأن أجدد التزام مصر بالعمل الجماعي الجاد من أجل دفع قضايا المياه على الساحة الإقليمية والدولية بما من شأنه رخاء شعوبنا واستقرارها بشكل كامل. شكراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.